بص اللون البنفسجي مش لاقي على دقني، يا نشيلها يا ندهنها ليلا. عندك ليلا؟ ربنا يخلي. امين. سؤال فل. اهلا، ازيك يا رامي؟ يا ابني انت بقالك فتره مش عاجبني على فكره. اه والله صحيح، انت من زمان مش عاجبني، انا افتكرت دلوقتي. اصل انا كنت متردد بقالي فتره، بس خلاص خدت قرار مصيري في حياتي. برافو عليك. بص، قرار انك تسيب التمثيل دلوقتي ده قرار محترم. انت ترجع بقى تقف مع بابا في محل الموبايلات، الموبايلات بتتسرق منه وبابا يا عيني بيقع كل شويه. تمثيل ايه اللي اسيبه؟ انا مش ممكن اسيب التمثيل ابدا. انا خدت قرار اني اتجوز، هتجوز ساره. ساره زميلتنا مساعده المخرج. برافو عليك. اولا كده كده هتسيب التمثيل، ثانيا اختيار موفق، احييك. انا خلاص هروح اعترف لها بحبي. ده منظر واحد راح يعترف بحبه؟ ده منظر واحد يعترف بجريمه، يعترف على نفسه، ايه المنظر ده؟ ماله منظري؟ قول لي كده هتقول لها ايه؟ يا ساره انا بحبك وعايز اتجوزك. ايوه وزود لي بطاطس وعايز كول سلو كاتشب مايونيز. ايه يا ابني انت بتطلب اوردر؟ يا ابني ده جواز، جواز يعني انت رايح تسوق لنفسك. انت ما بتشوفش افلام اجنبي ولا ايه؟ لا ما بشوفش. ما بتشوفش افلام اجنبي وعايز تتجوز ساره يا رامي؟ طب اروح اشوف فيلمين اجنبي بسرعه واجي؟ وليه تبهدل نفسك وتروح وتيجي؟ الاجنبي كله هنا. انا احكي لك يا معلم. بص يا رامي، اللي انت رايح تعمله دلوقتي ده اسمه بروبوزل. قول ورايا كده. بروبوزل؟ لا خلاص ما تقولهاش، يعني اعملها ما تقولهاش. حتى لو حد طلبها منك طنشه، اوعى. البروبوزل ده بتبقى لحظه رومانسيه كده ملزقه بتخش فيها على البنت وتطلب الجواز. لو اتعملت مظبوط انسى خلاص، بنت دي اعتبر نفسك في الكوشه، يعني تتجوزك اول ما باباها يرجع من الشغل. وش امين احنا اصحاب صح؟ لا خالص. الحمد لله. يبقى تجيب لي البروبوزر ده وانا هحاسبك. بص اولا اتعاملت معاه برضو على انه ده وحموضه من الصيدليه، حاسبك ايه؟ وقلت لك ما تقولهاش، دي الغلطه الثانيه. البروبوزر ده يعني تنزل على ركبتك تقف وقفه حلوه، ورد، بالونتين، شياكه، مشاعر، انا اقف اصورك، اشير، اصرخ من السعاده، اتفاجئ. بص بقول لك ايه، سيب نفسك خالص انا هظبطك. ايوه امسك دي بقى كده يا معلم، كده شكلك بقى لا يطاق. بجد يا امين انا عارفك ما بتجاملش. انا هضرك؟ بس انا مش عارف هي اتاخرت ليه كل ده. لا احنا مالنا بقى، احنا مستنيين تتاخر ما تتاخرش، بعدين عروسه بقى. اصل انا زهقت ورد وبلالين وش. لا 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 ما تسيبش البلالين دي يا ابني، ده هيليوم، تسيبه يخبط في السقف. هيليوم؟ رامي انت لا تعرف البروبوزر ولا تعرف هيليوم. بجد انت اول مره تتعامل مع الهيليوم؟ طبعا يا ابني ده ظريف جدا. طب بص بما اننا مستنيين بقى، استنى اوريك حاجه هنتسلى موت. شد. اوعى يكون فيها حاجه وحشه. بقول لك مش هضرك. ايوه قدها كده. صباح الخير يا جماعه. ايه امين انت بعت لي حاجه بتقول لي عايزك ضروري في ايه؟ بص يا ساره انت طبعا عارفه ان الجواز اسمه نصيب واحنا بنحب ندخل البيوت ببيبانها. قالت يا اسف في حاجه في الصوت. انا امين مش عايزين هزار، احنا عايزين نتكلم بجد. والله العظيم دمه بقى خفيف. بص انت ممكن تكمل تمثيل بقى يعني، بس ركز كرتون عادي. انا ما شفتش اتفه من كده. هي الحاجات دي كمان بقى فيها هزار؟ وبعدين ايه ده، ايه البلالين واللبس وعرف الديك اللي انت عامله ده؟ ايه الهبل ده؟ سارة انا بحبك وعايزه اتجوزك وكل سلو وبطاطس. كمل الاوردر بقى. انت طاهر باين؟ طاهر رامي عارف انت لو كنت من الاول جيت وقلت لي دغري كده من الاول كان ممكن افكر، بس بصراحه بعد التهريج واللبس وكل الجو ده يعني خلينا اخوات احسن. عاجبك كده؟ والله الموضوع كان ماشي كويس، بس انت زودت هيليوم في البروبوزل. والله العظيم لو كانت الجوازه مشيت ما كنا ضحكنا الضحك ده. شد بقى.